السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كذا مدوزين رمضان، الله يكملو بخير وعلى الف خير. مهم اليوم جيت معاكم، بغيت نهضر معاكم على واحد الدرس، واحد الموضوع اللي فريمون مهم 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 بزاف. وحيت هذا الموضوع اللي بغيت نهضر لكم عليه اليوم هو واحد المشكل اللي كيطرا جميع المغاربه اللي كيجيو هنا للطاليان، حيت كيدوزوا في واحد المرحله كيما دزت فيها انا، كيما دزت فيها الوالده عندي. و فريمون لقات الوالده عندي، بالنسبه للوالده لقات واحد الصعوبات ما كانش ما عرفش كيفاش ما فهمتش. الناس الايطاليين اللي كانوا هادرين معاها ما فهمتهمش. والموضوع اللي بغيت نهضر لكم عليه اليوم هو كيما كتشوفوا دابا غتبان لكم في الشاشه، وهو اليد. شنو هي اليد؟ اليد كيقولوا لها باللغه الايطاليه كيقولوا لها مانو. مهم انا ما بغيتش نهضر لكم، يعني ماشي هذا هو الموضوع، ولكن الموضوع هو من كنمشيو نتباسمو. دابا كيما بغيت نقول لكم، وانا ديما كنهضر على الوالده حيت ديما باش كنت مع الوالده وكنمشي معاها. والنهار اللي مشينا محكو بغات تبصم، ما عرفش الاصابع باللغه الايطاليه، ويعني وهذيك الساعه هضر معاها غير بالاشاره. ولكن انا بغيتكم ما تلقاوش هذا المشكل، وبغيتكم الا مشيتوا تبصموا تعرفوا شنو هما الاصابع باللغه الايطاليه. وهاد الدرس ديال اليوم راه غيفيدكم بزاف، وان شاء الله من غتمشيو راه تفكروني. المهم كما قلت لكم اليد كيقولوا لها مانو، اما لا بغيتو تقولوا اليد اليمنى كتقولوا مانو ديسترا. كما كتشوفوا مانو ديسترا. اما اليد اليسرى كيقولوا لها مانو سينيسترا، مانو سينيسترا. اما لا بغيتو تقولوا يعني بجوج اليدين كتقولوا ماني، يعني البلورال كيقولوا لها ماني. اما لا بغيتو تقولوا الاصابع باللغه الايطاليه، ونبداو بهذا اللي غيطلبوا لكم ظهروا اللي غيقولوا لكم. المهم يا ديسترو ولا سينيسترو، يعني كزني يا اليمين ولا اليسار. ابهام باللغه العربيه، وباللغه الايطاليه كيقولوا ليه بوليتشي بوليتشي بوليتشي. اما هذا كيقولوا لي اللي هو السبابه، كيقولوا ليه انديتشي انديتشي انديتشي. اما هذا كيقولوا لي ميديو ميديو، هو الوسطى. اما هذا كيقولوا لي انولاري 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 انولاري. اما هذا اللي الخنصر كيقولوا لي مينيولو مينيولو مينيولو. مهم انا بغيتكم تعرفوا هاد الاصابع، ودابا غنعاودهم لكم باللغه الايطاليه ثاني، ولكن غنعاودهم شويه بسرعه. هذا كيقول بوليشي انديشي ميديو انولاري مينيولو. مهم تعلموا لي هاد الاصابع وباللغه الايطاليه، راه غيفيدوكم بزاف. وعلاش لا ما تحافظوا بحق هاد الاعضاء ديال الجسم، وغيفيدوكم بزاف ان شاء الله. وكنتمنى هاد الدرس يكون نال اعجابكم، وكنتمنى يعني ما نكونش يعني ثقلت عليكم. والمهم الله يدخل الله يكمل هذا رمضان بخير وعلى خير، وباش ما تمنيتو ان شاء الله. وشكرا جزيلا للتعاليق، وراني متابع التعاليق اللي كانت قولوا لي في التعاليق، وغن علاش لا نعاونكم وتحافظوا معايا بهذه اللغه الايطاليه. وشكرا.